مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات إذا للطمت الخد فاطن عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم يا ابنة الخير قومي هذه زينب في السبا تسبى ومعها النساء والأطفال وزين العابدين وتنتقل من مكان إلى مكان تقول ويلاه 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 يا فر الدهرنا. أي والله شلون فرهم الدهر عقب عين أبو فاضل عقب عين الحسين تقول ويلاه 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 خويا ويلاه يا فر الدهرنا حاج الظعن بالكوفة مرنا. هاي الكوفة كانت دار أمير المؤمنين اللي كان حاكم أمير المؤمنين بهاي الدار، وإذا تجي زينب مربطة بالحبال وتمر على هذه الدار تقول خويا خويا لا كان بجي أنا بجي أنا بجي وما صبرنا صبرنا وليامنا لراحة ذكرنا يا ذاك الوقت ذاك الوقت حيل قهرنا يحضر 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 علي أبويا شقد انتظرنا بويا ويشوفنا ويشوف حالتنا وقدايا على بوانتك يا أرنا تقول يا سادة عمتكم زينب لهذا الوقت ما حاس بحساب حساب أنا لهذا الوقت ما حاس بحساب حساب مجتوفة أمر يا معتبة البر أنا بدمعتك إني على اللي ياخذ لون الزين خويا الباب 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 لو عاتبت يجرحني الاعتاب تقول الماعد اوالي الماعد اوالي شلون تناب يا ابو حسين يا ابو بويا هي التمر يم دار اهلها هم تنتظر واحد يطلع له بويا يطلع له تحكي له ويقله او يقلها يا شو زينبك ما حد سأله يا طرت الكوفة يا امشلها تقول نسوان 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 ظلهن الوحدنا آف 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 يا أبو علي أخويا الوحدنا وعن كربلا كلش بعدنا
أنا بعدنا يا بعدنا يا بعدنا ترضون عالهزة لصعدنا لا شفنا راحة ولا قعدنا. اي والله حتى فراش ما عندك، ما عندهم فراش. انت يا الخادم معزز مكرم اليوم الفراش الزين والمية الباردة، اوين عليك يا زين بالخرابة. تقل لك خايا يا خايا 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 خويا شمال الناس تتفرج علينا وعمت عينا ليصد بالعل. آخ تصوب تصوب ولا يطيب نار قلبي يم حسن يم خويا علينا يغسل قال لن غايب ولينا وراس على الرمح لينا يتفكر يا رو راس على الرمح لينا يتفكر. قالت لأخويا لا الزعلون لا الزعلون لا الزعلون لو عاتبتكم يا أخويا لا الزعلون أخويا والله عميات العيون عميات العيون ترى منهت فرقاكم عميات العيون. من ليالي الكوفة وبعدها تبدو ليالي الشام سووا ذول الملاعين كل من أخذ على رأس كل قبيلة أخذ رأس، هذا أخذ رأس علي الأكبر وهذا أخذ رأس القاسم وهذا أخذ رأس العباس وهذا أخذ رأس الحسين لكي يتقربوا إلى ابن زياد. يقولون هذا خولي لعنة الله عليه أخذ رأس الحسين وإجا وصل وقت متأخر وقال خاف أدخل أنا هسه على الأمير، الأمير هسه ثمل سكران وخاف ما يدخلني للقصر وما ينطيني الجائزة، فأنا أخذ الرأس أبيته عندي بالدار أو ثاني يوم الصبح أخذ للرأس. يقول إجل للدار تباوع وين يخلي الرأس لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول جاب رأس الحسين وضعه في ذلك التنور، يقول عند التنور شال الرأس خلاه على رماد التنور وغطى التنور ورجع نام. النوار هاي يصير زوجته خوش امرأة صالحة، شلون طوعة رضوان الله تعالى على طوعة، فهاي امرأة صالحة وخوش مرة. يقولون نص الليل قعدت لكي تصلي صلاة الليل، والله مصيبة سعد الله قلبك يا زهرة. يقول قعدت صبغت وضوءها وقامت، يقول شافت نور يخرج من ذلك التنور شعاع كأنه ضوء الشمس. يقول تعجبت تفاجأت قالت أنا ما ساجر التنور اليوم ما فاتحته شنو هذا النور. يقول تقدمت النوار إلى ذلك التنور فتحت الغطاء وإذا ترى رأس الحسين. يقولون الرماد وين؟ صار الرماد على لحيته أبو علي وعلى وجهه ومضروب بحجر وين؟ بجبهته والدماء تسيل من جبهته. يقول تفاجأت انصدمت شالت الرأس وضعته بحجرها مسحت عنه التراب مسحت عنه الرماد. يقولون لحظات تقول النوار أنا ما أدري أغمي علي أم أنا مستيقظة ما أدري. تقول النوار وإذا يكشف عن بصري وإذا أرى بهوادج تنزل من السماء. نزل هودج الأول تقول تباوح هذا بي الأنبياء، هودج الثاني بملائكة، هودج الثالث يقول شفت بي امرأة محدودة بت الظهر.
يقول اجت يمي قالت لي يا نوار اعطيني رأس ولدي. يقول قلت لها هذا ضيفي انا ما انطيج ضيفي. يقول قالت لي يا نوار ان كان ضيفك فهو ولدي انه ولدي الحسين. يا زارة تقول اخذت الرأس وضعته بحجرها ويا تقول بني قتلوك ومن شرب الماء حرموك يا الولد يا ابني. اني انا اللي اخذ له دمعه لا تخجل وهاي ليالي الحسين واطلب حاجتك. تقول له يما انا حاضر يا حسين يا ابني يا ابني يا ابني ويا من ريت ذباحك ذبحني اسعدني على ابني يا لتحبني. يقول عبد الزهرة الكعبة ما قرأت ذن الأبيات إلا وحضرت الزهرة لأن الزهرة هي تقل قران يا عبد الزهرة. يقول أنا الوالدة والقلب الأحفان ودور عزبني وين ما كان ولا يا ابن المات عطشان ولعبت على صدر خيول الحدوى. فتقل تمنيتك تجيني بيوم خطار اليان الخلا ومشانك الدار. يا حسين موشم جانك التنور للنار زحمة بيت ظلم النزجية. ونعت فاطمة شو تقول له؟ تقول له يا بعد الأولاد يا بعد الأولاد هالشنط وجه الوين يا بعد الأولاد. ويا الرماد ويا الرماد راسك بيت شلون بات ويا الرماد. يقولون اخذته من عتها الزهراء وقامت تنعى والنوار تسمع. يا نبض مكسور جيتك والقلب نادى راسك ليش بدت النور خاف ويخنقك برباد. يما رازق ليش بنت النور خاف ويخنقك رمادة جيت انا اردشمك عود حضنك ما هو كالعادة. يا جسمك عرم المطروح ما حد يعرايا يا فضماء. هاي النوار شافت رأس الحسين وهيك بجيت ساعد الله قلب زينة 55 سنة معاشرة الحسين وتشوف الرأس صبح ذاك الصباح وأدى ابن مرجان يلاعب ذلك الرأس بيخ بخيزرانته يضرب ثنايا الحسين وهو يقول لقد كان حسن الثقر. وشافا هضمنا ما جرع لحد وشافا وبر بين العدو جرحا وشافا على صياط الصبط تلعب وشافة عصا يزيد ويسب حامل حمية يا عصا يزيد ويسب حمية يا 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 ي
بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. جزاكم الله خير الجزاء. مواسي الزهراء، مواسي صاحب العصر والزمان، هنيئا لكم، رحم الله.